السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة إخواني يعني الواحد جاي يعني هنتكلم عن اسم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى، بس الحقيقة نتيجة إن الاسم يعني الواحد قاعد طول الأسبوع يفكر إيه مشاكل الحياة بتاعتنا اللي الاسم ده بيحلها. حاجات كتير قوي، أزمة مصر الاقتصادية يا إخواننا، مصر فلست كتير قوي عبر التاريخ، يعني مصر مش أول مرة تفلس يا جماعة. مصر فلست أيام قطر الندى، وفلست أيام الخديوي إسماعيل. المقصد مش مهم يعني النقطة دي دلوقتي، إنما كل ما بيحصل مشكلة اقتصادية الحقوا غيروا الوزارة، أو اجروا بسرعة على دولة غنية خزاينها مليانة فلوس عشان تديكوا، أو إن احنا نروح للغرب عشان عندهم أموال عشان يدينا، أو إن احنا نغير القوانين عشان الأغنية من التجار الغربيين يجوا يستثمروا فلوسهم عندنا. بنفكر كتير قوي ان احنا نجري على اغنياء الدنيا، ولكن امتى فكرنا ان الحل ان احنا نجري على غني السماوات والارض؟ الحل ان احنا نجري على الاله الغني سبحانه وتعالى. عشان كده الاسم اللي احنا نتكلم عنه النهاردة بيقدم حل لأزمة مصر، بيقدم حل لأزمة الشباب، بيقدم حل للحلم اللي دايما الشباب بيحلموا بيه، كيف تصبح مليونيرا في اسبوع واحد. اسم النهاردة يا جماعة بصراحة اللي خلاني يعني اتدبر فيه وافكر ان احنا نتكلم عنه، لما سمعت ان مارك صاحب الفيسبوك، الشاب اللي قدكم يا شباب، مارك ده من اغنى 10 رجال على مستوى العالم كله، ملياردير قدكم في السن، ما هوش اكبر منكم حاجة، فكرة الفيسبوك ربنا رزقها له، بديع السماوات والارض، رزقه فكرة ابداعية اسمها الفيسبوك، بقى في خلال سنوات قليلة من اغنى 10 رجال في العالم كله، ولسه قدكم لحد دلوقتي. مارك يعني قصة بعض بيصدقها البعض بيكذبها على النت، مارك بيشتري الواتساب ب$16 مليار وعارض انه يشتري النت كله. لما سمعت الكلام ده وكان بعض الاخوة واقفين على باب الجامع ويقول له ياه وهيشتري الواتساب ب$16 مليار، يقول له ده عارض يشتري النت كله، يقول له ده من اغنى 10 رجال في العالم كله، يقول له جاب، قلت سبحان الله العظيم، اذا كان هذا غنى مخلوق فكيف بغنى الله، فكيف بغنى مالك السماوات والارض. حتى تدبر في المليارديرات بتوع الكرة الارضية، فاغنى 100 واحد على مستوى الكرة الارضية، نص الكرة الارضية بيملكها 85 بني ادم بس، 85 واحد بيملكوا نص الثروات التي توجد على وجه الكرة الارضية. اذا كان ده غنى مخلوق، امال غنى ربنا يا جماعة؟ الوليد ابن طلال واحد اداله ناقة هدية، دخلت مسابقات جمال النوق واخدة جايزة في 13 مسابقة، اداله ناقة هدية ب$250 مليون، الدرهم ب2 جنيه، يعني ب$500 مليار ناقة، ودي هدية واحد غني اداها الواحد. امال لو الغني اداك هدية يديك ايه؟ امال لو الغني اعطاك هيعطيك ايه؟ اذا كان واحد كافر في البرازيل ربنا اداله $53 مليار وهو اغنى ملياردير على مستوى العالم، اذا كان ده اللي الغني ده من الخزاين لواحد كافر، امال اللي ربنا ممكن يديهولك ايه؟ يا اخوانا عايزين نقف وقفة امام اسم الله الغني، الاسم اللي هيحببك في ربنا. ليه؟ لان الناس بتحب الغني قوي يا جماعة. الناس تلاقي الغني لما يكبر ولاده ما يسيبهوش ابدا، مفيش عيل من عياله يقول له يا بابا راح اقعد عمل ابدا، مفيش عيل من عياله يقول له يا بابا انا عايز اشتغل وابني مستقبلي لوحده، كله يتلف حواليه والناس كلها تحبه. الغني يا جماعه الناس بتحب الاغنياء قوي، لو واحد غني مرض تلاقي 2000 رسالة مسج واصلين له شفاك الله وعافاك، مش متصورين الدنيا وانت تعبان. الغني لو انت اتقدم لك عريس غني هتزغرطي من قلبك، لو انت بنتك اتقدم لها عريس غني هتفرح. انا بتكلم على الواقع، كل الغنى ده، كل المليارات دي
كل الفلوس بتاعت الأغنية دي كلها من خزائن الله. فبدل ما نبص لمخازن التسليم تحت، المفروض نبص لمنابع التقسيم، المفروض ننبهر بخزائن الله. ولكن أنا عايز أقول لك الناس بتحب الغني قد إيه. شوف لو واحد ركب عربية بمليون ونص وعملت خبطة في الشارع جابت لها مثلا إيه رفرف وإكسدام وبتاع، تلاقي الناس واقفة بتبص كده حبيبة قلبهم مكسورة يا عيني، هو ما يملكوهاش، إنما صعبان عليهم إن الدنيا اتجرحت، صعبان عليهم إن الدنيا الفخمة دي حصل لها حاجة، تلاقي الناس واقفة عاملة ميتم. الغني يا جماعة لو واحد غني اتصل بيك تفرح قوي، لو واحد غني قال لك أنا هزورك يا نهار أبيض، ده أنت هتعمل فرح يقينا، هيجيب لك هدية. هدية ليه؟ الناس بتحب الغني ليه؟ لأن الهدية من الغني هدية، لأن العطية من الغني بفورة. الغني ممكن يديك شقة تغنيك طول حياتك، الغني ممكن يديك مبلغ يبني بيه مستقبلك. عشان كده الناس بتحب الغني، لأن الغني عمره ما يديك 10 جنيه ولا هيديك 50 جنيه ولا هيديك 100 جنيه، لما بيدي بيدي. فالناس بتدور حوالين الأغنية. لو واحد غني قالك سلفني، سلفك يا نهار أبيض، ده أجمل سلفة هسلفها في حياتي. لو واحد غني قالك طلب منك طلب، ولا واحد راكب عربية باتنين تلاتة مليون جنيه وقفها جنبك كده قال لو سمحت انا بس عايز اعرف المعلومة الفلانية، يا سلام، ده انا يعني انا سعيد ان انا بفيدك هذه الافادة. الناس بتحب الاغنياء يا جماعة، الناس بتحب الفلوس قوي للأسف الشديد، وتحبون المال حبا جما، الناس بتحب الفلوس قوي. فلما تعرف ان ربنا عنده فلوس، ربنا بيدي فلوس يا شباب، ويمددكم بأموال، ويمددكم بأموال. ربنا بيدي فلوس يا جماعة، ربنا بيدي فلوس. ربنا هو الغني، مش ربنا غني، ربنا هو ألف ولام بتاعت القصر والحصر، ما فيش غيره غني أصلا، كل الباقي فقراء. ربنا هو الغني يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بيدي فلوس. ربنا الاسم الله الغني بيقدم حلا، الناس بتحب الفلوس قوي. واحد يعني أحد إخوانا معدي من ناحية البيت عندي كده، فلقى واحد بيتكلم مع واحد، فالواحد يعني التاني بيقول له إيه، بيقول له إحنا أنا خدامك، قال له لا يا عم كلنا خدامين الجنيه، كلنا خدامين الجنيه. شوف الكلمة، كلنا خدامين الجنيه. زي الراجل اللي يقولك انا حط الورقة الخضراء على راسي كده لما يجي لي صداع، الورقة اللي بمية دولار الصداع يروح على طول، صداع يروح. واحد يعني صاحبنا بيكلم واحد صيني بيكلمه عن ربنا، قال له ربنا هو الدولار، قال له ازاي، استغفر الله العظيم، قال له الدولار ده هو اللي بيضرني وينفعني، الدولار ده هو اللي بيعمل او ما بيعملش، الدولار ده هو اللي بيصرف الامور ولا اعوذ بالله. الناس بتحب المال لحد ما بتكفر بربنا بسبب المال. ربنا يقول لك لا يسأم الانسان من دعاء الايه الخير، دعاء الخير يعني طلب الفلوس، دعاء ده يعني عبادة يا جماعة، الدعاء هو العبادة، يعني هيصلوا ويصوموا للجنيه، هيصلوا ويصوموا للدولار. زي الممثل اللي قال انا عايز 1,000,000 جنيه ويجي لي سرطان، ربنا اداله 1,000,000 جنيه وجاله سرطان، كسب ايه من هذا السرطان وكسب ايه من ورا 1,000,000 جنيه؟ سبحان الله العظيم يا اخواني في الله. يعني عايزين نقف قدام اسم الله الغني. انا عايزك تعيش بقلبك النهاردة مع خزائن الله، مع غنى الله. عايزين نتكلم عن خزائن الغني، عن خزائن ملك السماوات والارض. عايزين نتكلم ربنا غني قد ايه، وكل الغنى اللي هنتكلم عنه ده اوعى تنسى، ده كل ده الغنى المخلوق اللي ربنا خلقه. الخزائن دي مخلوق زيها زيك، ربنا يقدر يخلق قد الخزائن دي مليار خزائن وما لا يحصى. الخزائن دي مخلوق، غير الغنى الذاتي ربنا يقدر يخلق قد ايه بقى من الغنى. انما الغنى اللي هنتكلم عنه النهاردة ده الغنى المخلوق كمان، يعني ربنا خزائن ربنا دي فيها ايه. يا ترى يا جماعة لو دخلت في خزائن ملياردير، لو دخلت في خزائن بيل جيتس، لو دخلت في خزائن اغنى 10 على مستوى العالم، لو بصيت في العيال اللي هم عايشينها، في العيشة اللي هم عايشينها، هتشوف مبهرات من الثروات قد ايه. كل الفلوس دي من خزائن الله. هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بالحديث المبهر اللي كان ابو مسلم الخراساني لما بيرويه رجليه ما بتقدرش تقف، كان بيقع على رجليه، كان بيكفو على ركبته لما بيروي هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه. وهذا قال عنه الامام احمد بن حنبل في هذا الحديث اشرف ما روى اهل الشام، ده اعظم حديث اهل الشام رووه. ماذا في هذا الحديث القدسي العجيب؟ هنجيب منه جملة الوقت بس على ما نرجع له تاني. وربنا بيقول لك تصور مذهل لخزائن الله، يا ابن ادم
يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم، لما تجيب إبرة وتحطها في المحيط الأطلنطي، لما تجيب إبرة وتحطها في المحيط الهادي. يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم، السبع مليار اللي على وجه الأرض، لا ده لو ربنا أحيا الناس من أيام سيدنا آدم وجاب الناس لحد يوم القيامة والمليارات المليارة دي كلها وقفت في مكان واحد، وجاب الجن بالمليارات بتوعهم كمان وقفوا مع الإنس في مكان واحد، لو أن أولكم أن يقين وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل وقف في مكان واحد مش بالدور، الكل في نفس واحد والكل هياخد في نفس اللحظة. فسألوني كل واحد يقول يا رب أنا عايز أدي الكرة الأرضية ذهب، واحد يقول يا رب أنا عايز أدي السماء الدنيا ذهب، واحد يقول يا رب أنا عايز، كل واحد يطلب ما يشاء. فأعطيت ففورا فأعطيت كل واحد منهم، يعني ما فيش خطة خمسية هندي مية في مية، ده كله هياخد مرة واحدة، الخزائن هتتفتح وهينزل على الناس العطاءات مرة واحدة. فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي، كل ده مش هينقص من الخزائن إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. إيه ده؟ هو ربنا عنده فلوس للدرجة دي؟ هو ربنا عنده مجوهرات للدرجة دي؟ هو ربنا يا شباب يا شباب يا غلبان، خزائن ربنا مليانة عربيات، يا شاب يا اللي نفسك تتجوز خزائن ربنا مليانة عرايس، يا بنتي يا اللي عايزة زوج خزائن ربنا مليانة عرسان، يا أختي اللي بقالك 10 سنين ما خلفتيش خزائن ربنا مليانة أطفال، خزائن ربنا مليانة ذهب، خزائن ربنا مليانة وظائف يا اللي نفسك تشتغل، خزائن ربنا مليانة سعادة يا اللي نفسك تعيش سعيد، خزائن ربنا مليانة عطاءات لا تحصى ولا تعد. وإن من شيء، كل واحد منكم الوقت نفسه في حاجة، كل واحدة نفسها في حاجة، ربنا بيقول لك وإن من شيء، مفيش حاجة إنسان نفسه فيها إلا عندنا خزائنه. لما تدخل سوبر ماركت كبير ولا تجمع تجاري كبير، عندكم ذهب موجود، عندكم أكل موجود، عندكم عربيات موجود، عندكم ملابس موجود، عندكم مفروشات موجود، عندكم ملاهي موجود، ربنا بيقول لك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ده كل حاجة ليها خزائن على خزائن. لما ربنا يقول لك ولله خزائن السماوات والأرض، إخواني وأحبابي في الله، عايزين نعرف قد إيه غنى ربنا، عايزين نعرف غنى الله، عايزين لما نسمع الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يمين الله سحاء، يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، يمين الله سحاء يعني الخير نازل نازل فيضانات، ربنا بيدي الخير للبشر وللمخلوقات فيضانات والخزائن ما بتخلصش، الخزائن قاعد ينهبر منها فيضانات وما بتخلصش. خزائن ربنا يا جماعة، انتوا عارفين خزائن ربنا فيها ايه؟ عايز تعرف خزائن ربنا فيها ايه؟ بص للمناظر الطبيعية، واحنا قاعدين دلوقتي في جزر في المحيطات فيها كمية مناظر طبيعية تخلب العقل تطير العقل، ومفيش مخلوق بيتفرج عليها. الوقت في قيعان المحيطات في مناظر للشعب المرجانية تطير العقل ومفيش مخلوق اصلا يعرفها، في ملايين الانواع من الكائنات الحية عايشة لحد الوقت على وجه الارض البشر لم يكتشفها، العلماء بيقولوا 5 مليون نوع كائن حي لسه لم يكتشف حتى الان ولا هيكتشف معظمهم ليوم القيامة. لمين ده يا رب؟ لمين كل الجمال ده يا رب؟ لمين كل الجمال اللي في مليارات المجرات اللي البشر ما بيشوفهاش يا رب؟ لمين يا رب؟ مش ليك يا ابني، ربنا الغني عنك، ربنا الغني على انك انت تبص وتتأمل وممكن تقول سبحان الله وما تقولهاش. لمين ده يا رب؟ ربنا، عشان تعرف غنى ربنا. النهارده وانا ببص في مشاهد الكون، ابص كده في لوحه عليها منظر اراضي خضراء طويله، كل ده طالع من خزائن، ابص لنور الشمس وهو نازل، النور ده جاي من الخزائن، ابص يقول لك حديقه غناء يعني مليانه نعيم، مليانه انس، مليانه بهجه، الكون كله غناء غناء من الخزائن. يا جماعه عايز تعرف الخزائن، بص للسماوات، السماوات المهوله دي، ربنا يقول لك والسماوات
مطويات بيمينه. قال له ده القصر الجمهوري من ايام محمد علي مش هين عليهم يهدوه، ورغم انهم ممكن يهدوه يبنوه تاني. يقول لك لا ده متكلف كتير قوي مش هاين، ربنا بنى 7 سماوات ويهدوهم في لحظة ويبني مكانهم تاني. معناها ايه؟ معناها ان ربنا قادر. لما رحنا الكعبة كلنا كنا مبهورين، ليه؟ ده هدوا الفنادق اللي حوالين الكعبة يا ابني، ده الفندق يجيله ب 300-400 مليون ريال، هما ده هدوا جبل وبيبنوا فنادق. نقعد نبص كده ونبص للآلات اللي شغالة 24 ساعة ونقول ده عندهم شوية فلوس يا أخي، ده الناس دي عندها مليارات الريالات مش عارفة تعمل بيه. أمال ربنا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سماوات تتهد وتتبني تاني. ربنا غني قد إيه؟ كل ده من الخزائن يا جماعة. عايز تعرف خزائن ربنا؟ كل فلوس الأغنية اللي في العالم دي من الخزائن، فلوس بيل جيتس من خزائن ربنا. اوعى تنبهر بخزائن بيل جيتس، انبهر بمنابع التقسيم اللي نزل منها للخزائن دي. اوعى تنبهر بالفلوس بتاع السلطان بروناي اللي بيستحمى في بانيو ذهب، اللي الطيارة بتاعته قصر طاير في الهواء، ما بياكلش غير في معالق ذهب. القصر بتاعه 2000 أوضة فيه 250 حمام، عنده 500 عربية مرسيدس و300 لامبورجيني و300 عربية بي ام و300 عربية بنتلي و20 عربية، عنده 2000 عربية من اعظم الموديلات اللي موجودة في العالم بيتصنعوا له مخصوص. الترابيزة اللي بياكل عليها ذهب، الحمام اللي بيدخل فيه مصنوع فيه من الذهب. ده واحد يا جماعة، ده بني ادم. كل اللي عنده ده من خزائن ربنا سبحانه وتعالى. عايز تعرف ربنا غني قد ايه؟ عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى عنده قد ايه؟ بص الاغنياء بتوع الدنيا عندهم ايه؟ كل ده من الخزائن. كل فلوس البنك المركزي اللي في القاهرة من الخزائن، كل ارصدة المليونيرات بتوع مصر اللي في البنوك من الخزائن. الفلوس اللي في جيبكو كلها دلوقتي من الخزائن، والفلوس اللي مش في جيبك وعندك في البيت من الخزائن، المجوهرات اللي كل الستات لابسها من الخزائن، الفترينات بتاعت محلات الذهب والالماز اللي في الدنيا كلها من الخزائن، الفلوس اللي في البورصة والارصدة اللي في البورصة والشيكات اللي بتتصرف يوميا، كل ده من الخزائن. المجوهرات اللي الستات لابساها، كل ده من خزائن الله، خزائن البشر. امريكا لما يقولك انفاق امريكا في الانفاق العلمي مليارات، في التسليح مليارات، كل خزائن امريكا دي من خزائن الله سبحانه وتعالى. كل فلوس ملوك الخليج من خزائن الله سبحانه وتعالى. كل ده عايز تعرف الخزائن فيها ايه؟ الجنة الفردوس الاعلى من الخزائن، كل الجنة ده من الخزائن، وخزائن ربنا ملأة كل الجنة دي من الخزائن. امير من امراء الخليج قط النوم بتاعته عنده 4 زراير، كل زرار يتك عليه السقف والجدران والعفش كله يتشال ويطلع مكانه الكتروني عفش تاني بأوضة تانية بتصاميم تانية. الأوضة دي متكلفة كام بقى؟ ده امال يا جماعة الأوضة في الجنة متكلفة كام؟ امال يا جماعة المتر في الجنة متكلف كام؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. القصر بتاع أهل الفردوس الأعلى، القصر بتاعه فوق، أهل الجنة يبصوله كده وهم مبهورين، وهو البلكونة بتاعته بتطل على نعيم أهل الجنة داير ما يدور، لأن الفردوس الأعلى فوق وفي وسطانية الجنة، فالجنة داير ما يدور حواليهم وهم بيبصوا عليها من فوق. أهل الجنة يبصوا كده، القصور بتاعة الأمراء اللي مبنية فوق وقف الملك عبد العزيز بكام؟ القصر الملكي اللي جنب الحرم المكي بكام؟ بكام يا إخوانا؟ القصور الملكية اللي على الجبال في السعودية دي بكام يا جماعة؟ كل ده بكام؟ أمال قصور الجنة دي تبقى بكام بقى؟ الذهب بتاع الكرة الأرضية كله ما يجيبش ذهب بتاع ساق نخلة واحدة في الجنة. الجنة دي فيها ذهب قد ايه؟ الجاليري ده حاجة يعني سبحان الله العظيم. شوفوا التحف والانتيكات والحاجات اللي بتتباع فيه في هذه المحلات، شوفوا بقى بتاع الجنة قد ايه، شوفوا غالي قد ايه، شوفوا الجنة التحف اللي فيها شكلها ايه، شوفوا الجنة الابهار اللي فيها شكله ايه. لما شفت القصور بتاعت ملوك الفرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية، تبص للسقف مفيش ملي من غير تحف، تبص للجدران مفيش ملي من غير تحف، تبص للعفش للستاير للنيش مفيش ملي من غير تحف. امال اللي ربنا اعده للناس في الجنة شكله ايه يا جماعة؟ ربنا غني قد ايه؟ ده ملك مصر لما اراد ان يجوز بنته قطر الندى بالخليفة في العراق، عمل لها في كل محطة تنزل فيها قصر
ميزان من ميزانية مصر. مصر فلست مرة من المرات اللي مصر فلست فيها في التاريخ. خزانة مصر فلست لما حاول يعمل فيها جدع ويبني لها كذا قصر في المحطات بتاعت الطريق، يعني سبحان الله. انما ربنا كل القصور دي وكل ده ما نقص ذلك من ملك ده الخزائن ده الغنى المخلوق، مش الغنى الذاتي. ده كل ده لا شيء اصلا في غنى الله الغني سبحانه وتعالى. عايزين نعيش مع غنى الله. انا عايزك تخرج من اسم الله الغني وانت بتتدبر فيه في حياتك، ان ربنا ممكن يغير لك حياتك كلها، ان ربنا ممكن يعمل لك كل حاجة، ان ربنا ممكن يغنيك عن البشر كلهم، ان ربنا ممكن يديك عطية. هو ربنا ما يقدرش يدي شقة يا جماعة؟ هو ربنا ما عندوش شقة؟ هو ربنا بيدي هداية وبيفتح القلب للعبادة بس؟ ربنا ما بيديش شقة؟ ربنا ما بيديش فلوس؟ يعني ربنا ما بيديش دنيا؟ يعني ربنا ما بيغنيش؟ هو ممكن في الدنيا يحفظك انه يديك مثلا مليار جنيه؟ ليه؟ اصل انت لو خدتهم ممكن تضيع. انما ربنا ممكن يغنيك. قال له بس اصل يا اخي الله يحجب الدنيا عن المؤمن من اجل ان يقي. يا ابني الله يحجب الدنيا عن المؤمن ماشي، مش هتبقى بالجيتس يعني مليارتين الا ان شاء الله. انما هو انت طلبته وربنا ما ادكش؟ حد فيكم يا جماعه طلب وربنا ما ادهوش؟ حد فيكم وقف يبكي بين ايدين ربنا في الثلث الاخير ويقول له عايز اتجوز وما اتجوزش؟ حد فيكم وقف يبكي في الثلث الاخير ويقول له عايز شقة وما خدش؟ هو انت يا ابني طلبت وما خدتش؟ انت بتحسبها كده ليه؟ احد اخواني من الشباب حبايبي يعني ربنا يحفظه يا رب، شاب ده كان غير ملتزم وكان شغال يعني في يعني الضياع بقى في السياحة والضياع والخمور يعني مبقات والعياذ بالله. بيقول سبحان الله لما تاب الى الله وربنا ايقظ قلبه بالايمان، بيقول اطرد من الشغل بتاعه، ما ينفعش بقى تربي لي دقنك وهتعمل لي الكلام ده، وكان بياخد يعني ايه فوق العشر تلاف جنيه وحاجه قريبه من هذا المبلغ شهريا. فبدا يبيع شرايط في الشارع ايام ما كان لسه الشرايط موجوده، بدا يبيع، كان لسه معايا في رحله بنجلاديش، بدا يبيع شرايط في الشارع والناس بقى بتبص له بقى ايه ده. ربنا رزقه سافر السعوديه، راح يشتغل عند واحد اداله مرتب محترم واداله عربيه، فجه ميعاد، انتوا عارفين اخوه التبليغ بيخرجوا في الدعوه الى الله، فعايز يخرج اربع شهور. الراجل قال له ايه؟ قال له اربع شهور. قال له طب الف سلامه. خرج رجع رفضه، ما هوش عايزه. فهو مش عارف يعمل ايه وماشي، ما هوش عارف يعمل ايه ويجيب فلوس منين. بيقول لي ماشي في مكه فلقيت فندق كبير كده فاضي خالص يعني، فسأل قال له الفندق ده ما فيش حد في موسم الحج سكن فيه ولا طلب انه يسكن فيه. بيقول لي ليتها لقى واحد بيتصل بيه بيقول له في وفد من تركيا 3000 واحد تركي في اخر لحظة ربنا رزقهم 3000 تأشيرة حج ومش لاقيين مكان يسكنوا فيه. طبعا المهنة دي في السعودية بتكسب ملايين، مهنة ان انا اعرف اجيب فوق واتوسط ما بين الفندق والفوق. راح للفندق لقى الفندق لسه فاضي، اتوسط ما بين الاثنين، كان معاه اتنين اصحابه ماشيين معاه في الموضوع ده. السمسارة بتاعته كانت نص مليون ريال، نص مليون ريال. بيقول خد الفلوس حوالي 400 ويعني 1000 ريال، بيقول خد الفلوس في نفس اليوم مضوا العقد. بيقول خد الفلوس قال لاصحابه احنا الثلاثه كنا بنمشي مع بعض، قالوا احنا مالنا ده شغلتك انت، ده قال لهم هنقسمها ما دام كنا مع بعض. بيقول نصيبي كان حوالي 140000 ريال مرتب سنه كامله. قال لي ربنا بعت لي في يوم رزق سنه، في يوم رزق سنه. يعني هو انفق ايام واسابيع وشهور عشان الدعوه الى الله، ربنا في يوم بعت له اسم سنه، رزق سنه. ربنا المغني، ربنا يقدر يغنيك. اسالوا المليونيرات بتوع الدنيا كلهم. انا لما اقعد مع حد مثلا من الاغنياء يقول لك ده هي صفقه في لحظه جت بقى بيها غني. ربنا لما بيغني في لحظه بتلاقي نفسك بقيت غني. ولكن احنا مش عايزين نتكلم عن اسم الله الغني عشان نتعشم في فلوس كتير، احنا عايزين نسدد ديوننا وعايزين ربنا يدينا الحاجات الصغننه دي يا رجاله، الشقه والعربيه والايه حاجات الايه الحاجات الخفافه ديت، وشويه فلوس كده برضو نعرف نصرف منها، نصل بقى ارحمنا ونبر بقى جيراننا ونتصدق بقى على الفقراء زي النبي قبل البعثه كده، انك لا تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. احنا مش عايزين غير كده بس، مش عايزين من الدنيا اكتر من كده، وعايزين من اسم الله الغني بقى انواع الغنى التانية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن انا عايزك تعرف ربنا غني قد ايه. واحد راح لاحد الدعاء في الخليج بيقول له يعني شاب وما عنده راجل وما عندوش مكان يأويه، فبيقول له انا عايز شقة. قال له اسأل ربنا ان ربنا يديك شقة، القصة دي حقيقية طبعا. قال له اسأل ربنا ان ربنا يديك شقة. قال له يعني هو ربنا عنده شقة؟
هو مش ربنا عنده بس هداية ويا رب اديني الجنة، هو ربنا عنده شقق. قال له ربنا عنده شقق، ربنا عنده بيوت، ربنا عنده بيوت. فالراجل مشي كده وخلاص، يعني الراجل كسف والشيخ كسفه، يعني ايه مرضاش انه يسعله بجد، هو في ظنه كده يعني. الراجل مشي من هنا، جه واحد خليجي للراجل للشيخ، قال له انا باني عمارة وعايز اوقفها لله، اديها للشباب اللي لسه بيتجوز، اديها كل واحد، اداله ايه، اديله شقة كده كذا سنة ولا حاجة لحد ما يقف على رجليه. الراجل جاي للشيخ بعدها على طول قال له الشقة موجودة. فالراجل مش مصدق، فالشيخ بيقول كل ما الراجل يشوفه يقول له ايه، عنده بيوت، عنده بيوت، فعلا ربنا عنده بيوت. خلاص انا صدقت ان ربنا عنده بيوت، صدقت ان ربنا عنده شقق، صدقت ان ربنا خزينه مليانة اولاد، صدقت ان ربنا. والله يا اخواني يعني اخ سبحان الله العظيم كان جاي، كنت انا واقف يعني، وطلب من اخ يعني كان واقف، قال له انا بقالي 10 سنين لا انجب، 10 سنين لا انجب، فيعني ونفسي في عيل. فيعني الاخ رفع ايده ووصل السماء، قال اللهم ارزقه ذرية. بعدها قابلنا الاخ ده، اقسم ان في نفس الشهر زوجته حملت، في نفس الشهر بعد 10 سنوات. ربنا عنده، بس المشكلة فينا احنا. ربنا المغني سبحانه وتعالى، ربنا الغني سبحانه وتعالى الذي يغني عباده. طبعا يا اخواني يعني لما تعرف ربنا يقدر يغني قد ايه، وربنا سبحانه وتعالى يقدر يدي قد ايه. احد الشباب راح للشيخ الشنقيطي في الحرم، فقال له يا شيخ انا واحد من الشنقطة يعني، قال انا رايح اتقدم لوظيفة ومحتاج واسطة عشان خاطر يا شيخ يعني الشيوخ في السعودية لهم وضع كبير يعني، مش زي الشيوخ في مصر. الشيوخ في مصر بيجري وراهم، انما الشيوخ في السعودية يعني ايه لهم اعتبار كبير في البلد يعني. فقال له يا شيخ شوف لي واسطة الله يكرمك عشان الوظيفة ديت، وانا غلبان وعايز اتجوز وعايز وعايز. الشيخ قال له حاضر اشوف لك واسطة. قال له يا شيخ واسطة كبيرة؟ قال له واسطة كبيرة. قال له خلاص، قال له خلاص. الشيخ الشنقيطي قام الليل وقعد يبكي ويدعي له ان ربنا يرزقه. فالشاب جاي له بعدها لسه ما راحش يتقدم بقى للوظيفة، فقال له شفت لي واسطة يا شيخ؟ قال له شفت لك واسطة. قال لي كلمتها لي؟ قال له خلاص كلمتها. قال له مين يا شيخ؟ قال له ربنا. قال له يا شيخ انا بقول لك واسطة وانت تقول لي ربنا. فالشيخ قلبه اتأثر فبكى، بكى وغضب على الشاب قوي، وغضب قوي من ان ايمانه ما وصلوش انه يفهم قيمه الكلمه دي. فالشاب رجع لنفسه يعني ايه، استغفر ربنا وتاب. واحد يدعى ربنا بقى وخلى يقينه على الله سبحانه وتعالى. الموقف هزه من الشيخ يعني. فراح، كان رايح يتقدم لوظيفتين، راح للوظيفه الاولى رفضوه، فراح للوظيفه الثانيه على طول بعدها، راح للوظيفه الثانيه. فداخل كده فلا واحد صاحبه هناك، فبيقول له ايه ده، ايه اللي جابك هنا؟ اترن صاحبه ده المدير، هو راح يتعين موظف، هو مناه انهم يقبلوه موظف. صاحبه بيحبه قال له ده انت امكانياتك اكبر من انك تبقى موظف عادي، انا هخليك النائب بتاعي. خرج هو نائب المدير، رجع للشيخ قال له نعم الوسطى، نعم الوسطى ربنا سبحانه وتعالى، نعم ان ربنا، نعم الرب ربنا يا جماعه ان ربنا. رجع نائب مدير. يعني يا اخوانا ربنا لما بيدي سبحانه وتعالى، ربنا لما بيعطي، ربنا لما عطاءاته بتنهمر سبحانه وتعالى. طبعا ده يعني انا المقصد اللي انا عايز اقوله لكم ان الدين بيجيب غنى يا جماعه، يا اخوانا الدين بيجيب غنى. واحد هيبص كده يقول لي ايه انت مش شايفنا ولا ايه؟ انت مش شايف اللي سويت شيرت اللي انا بقالي 3 سنين بحضر لك بيه ولا ايه؟ دين ايه يا عم اللي بيجيب غنى يا عم انت؟ الدين بيجيب غنى ازاي يعني؟ هو انت عندك دين؟ هو انت معتقد ان اللي احنا بنعمله ده دين؟ هو انت معتقد؟ فين الجهاد يا ابني؟ فين يا ابني اللي صعد؟ تعالى بقى شوف الدين بيجيب غنى ازاي؟ تعالى شوف ربنا ادى للانبياء ايه؟ اداهم ايه في الجنة؟ اداهم ايه في الدنيا؟ في الدنيا. تعالى شوف ربنا ادى للصحابة ايه؟ تعالى شوف ربنا ادى لزوجات النبي ايه؟ لما خيروا في يوم من الايام، النبي مهما زاد الدخل بتاع الغنائم مفيش زيادة في الانفاق البيتي، احنا اهل اخرة. وكل زوجات النبي اختاروا النبي الا واحدة بس، وده اللي كتير من الناس ما يعرفوش، ان في واحدة اختارت انها تطلق لانها مش قادرة تصبر على عيشة الفقر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي كتير لا يعرفه هذا الامر. هذه المرأة افتقرت لدرجة انها كانت بتلم البعر من الطريق وتقول انا الشقية والعياذ بالله. واستساء النبي بقى يجي لهم الملايين، كل واحدة يتوزع عليهم الملايين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة اختنوا قد ايه، الصحابة بقى مليونيرات. قال لهم مش كانوا فقراء؟ هم اللي كانوا بيرموا الفلوس، انما اللي قبل الفلوس منهم كان ساكن في قصور، يقول لك قصر سعد بن ابي وقاص، قصر سكنه في قصور. الصحابة كانوا مليونيرات. عبد الرحمن بن عوف كان بيجيب القافلة بملايين مملينة. الصحابة يا جماعة شوفوا ربنا خلاهم ملوك، الانبياء شوفوا ربنا يا جماعة. الدين بيجيب فلوس،
الدين بيجيب غنى. اكتر حاجة بتجيب غنى في الحياة هي الدين. لما قابلت المهندس اللي هو تعرفين اللي هو فتح مشروع فقال ربنا له عشر المكسب، فلقى الدخل بيتضاعف، قال خلاص ربنا له الربع بيتضاعف، خلاص ربنا له الترد بيتضاعف، خلاص قال يعني الكلمة بتاعته بتعبيره يعني ربنا شريكي في التجارة دي 50% و50%، لقى الدخل بيتضاعف لحد ما وصل ل90% من الدخل بتاعه، 90% من الدخل بتاعه للصدقات، وراجل مليونير. يعني هو مش راجل قليل، ده هو ثروته هي نفسها مليونير. يعني سبحان الله العظيم، يعني اسمع ان يعني ايه ان هذا الرجل بيعطي عطاءات غريبة يعني لأي حد بيلتقي بيه او حد، يعني سبحان الله العظيم. ولكن احنا هنا بنتكلم عن اسم الله الغني ليه؟ ليه؟ عشان ربنا لا يغنينا الا به. احنا عايزين من ربنا، احنا عايزين. عشان كده اللي فهموا اسم الله الغني ضربوا امثلة في الاستغناء تطير العقل تفوق الخيال. اللي عرفوا اسم الله الغني، عبد الرحمن بن عوف رايح المدينة معدم معدم، ما عندوش فلوس يقدر يسكن بيها. سعد بن الربيع قال له ثروتي، سعد بن الربيع رضي الله عنه اللي اتقتل في احد، النبي اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم اجمعين، قال له ثروتي بالنص بينه وبينك، كان غني جدا، وقال له انا متزوج اتنين، انظر الى ايهما اعجبك. يعني لهذه الدرجة سيدنا سعد بن الربيع عرض عليه نص ثروته، عبد الرحمن بن عوف رفض، قال له لا بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. وراح واشتغل ليه؟ مستغني بالله، الاستغناء بالله يا جماعة. ضرب امثلة في الاستغناء بالله، ان جات فرصة ان شاء الله نتحدث في هذا الموضوع في اخر الدرس، امثلة تفوق الخيال في الاستغناء بالله. ليه؟ خلاص يا ابني انا ماشي، انا ما عدتش، انا ما عدتش اسم الاخ حازم حبيبي، انا حازم باشا دلوقتي. ليه؟ اصل انا مش باللي في جيبي، ده انا باللي في الخزاين. هو انا لو ابويا في جيبه مليون جنيه وانا جيبي فاضي احس ان انا قلقان؟ ما اللي في جيب ابويا في جيبي، لو ربنا تولاني انا اللي في الخزاين ده في جيبي. عشان كده اللي يفهم اسم الله الغني يتعامل مع الحياة تعامل الاغنياء. ليه؟ لانه هو بياخد من الخزاين، لانه بياخد من الخزائن، مش بياخد من اللي في جيبه. دي قضية خطيرة جدا يا جماعة، قضية الدين بيجيب غنى. الدين بيجيب غنى. لما كنا في الدفعة كنا حوالي 15 اخ كده، 15 واحد يعني ايه ملتزمين يعني او بيحاولوا يجتهدوا في الدين او كده مثلا، يعني طبعا يعني ممكن واحد مش ملتحي واشد اجتهادا، انما يعني ايه دي الشلة بتاعتنا بقى يعني. فاول ما تخرجنا احنا ال 15 جرينا على الجواز، والله العظيم يا اخواني كان منا اخوة مش فقرة، يعني كلمة فقرة ديت يعني ايه، كان فيها اخوة شبه معدمة، يعني كان منا اخوة تدخل بيتها انت اصلا ما انتش عارف البيت، انت يعني فقر شديد جدا، وكلنا لا نملك اصلا، نملك مين ده؟ احنا داخلين بيوت وحاطين رجل على رجل، واحنا لينا شروط في الجواز. شرطي مين يا ابني؟ احنا ما فيش معانا اصلا جنيه. كلنا يعني حالتنا، واللي يقدر والجدع اللي يقول لوالده مننا انا عايز اتجوز كان ابوه يرميه من الشباك على طول. تتجوز مين يا ابني؟ انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ وكلنا جرينا على الزواج، وكلنا واحنا لسه متخرجين خطبنا واتجوزنا، وباقي زمايلنا كلهم يبصوا ان ده شيء جنوني، احنا لازم نبني نفسنا ولازم يبقى معانا فلوس ولازم نجيب شقه ولازم نجيب دبن مش عارف ايه وتمن ايه وتمن ايه. هل واحد فينا اتزنق ماديا؟ هل واحد فينا لم يغنيه الله من فضله سبحانه وتعالى؟ ولا واحد فينا تعثر ماديا. ازاي؟ ما تقولش ازاي، رغم ان سبحان الله منا اللي زي دكتور عبد الرحمن الصاوي كده اللي كان يجي له عقد عمل بالاف الريالات وهيشتغل 3-4 ساعات في اليوم ويرفض ليه؟ يقول لك الدعوة في مصر وانا مش هسيب مصر، وهو ممكن احوج ما يكون الى الجنيه مش الى 8000 ريال اللي جايين له. الكلام ده من سنين طويلة واحنا لسه متخرجين كمان، يعني كانت ثروة حقيقية، ويرفض ليه الدعوة الى الله؟ دي استغناء بالله. انا بقبض من ربنا هنا بالعملة الصعبة قوي، ده انا هقبض الكلام ده قصور في الجنة، ده انا هقبض الكلام ده فتوحات، اموال الدنيا دي كلها ما تجيبهاش. انا احنا بنقبض بالعملة الصعبة يا جماعة، يوم القيامة العملة حسنات، احنا بنقبض بعملة تانية. وما يغني عنه ماله اذا تردى، فلوس ايه اللي هتنفع يوم القيامة ولا في دار الاخرة؟ العملة بتتغير تماما. سبحان الله العظيم، بص للانبياء ربنا اغناهم ازاي. سيدنا ابراهيم ذبح العجل للضيوف، عجل يعني انا يعني ده انا لو كريم قوي هجيب لك يعني ايه كل واحد شويه رز وحته لحمه جنبها، يعني عجل. يبقى سيدنا ابراهيم كان عنده ايه؟ واول من ضيف الضيفان سيدنا ابراهيم، يعني اول من ضيف الضيفان يعني اول من ابتكر استخدام الاكرام في الدعوه الى الله،
ان هو يوقد النار ويذبح العجول وكل اللي يجيله يغرقه اكل. ليه؟ عشان عايز الناس تيجي تسمع عن الدين. فاخذ من هذا اخوة التبليغ, خدوا من هذا يعني قاعدة كده بيسموها دعوة بلا اكرام اجرام. دعوة بلا اكرام اجرام. يقولك انت لازم تدي للناس, هلا لازم الناس تصدق ان في اخرة لما تطلع من جيبك حتى وانت محتاج الناس تصدق ان في اخرة. فقالك دعوة بلا اكرام اجرام. يا عم وانت بتدي من جيبك, انت بتدي من خزائن الله. سيدنا محمد كان يعطي غنم بين جبلين من فلوسه يا جماعة, ده دي من ملكية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان يعطي غنم بين جبلين عليه الصلاة والسلام. سيدنا ايوب كان مالتي مليونير قبل ما يبتلى بالمرض, ولما ربنا شفاه امطرت عليه السماء جراد من ذهب. اسمعوا يا أمة محمد, امطرت عليه السماء جراد من ذهب. ربنا مطر عليه السماء ذهب, ربنا مطر عليه السماء ذهب. مين اللي قال ان ربنا ما بيديش فلوس؟ مين اللي قال ان ربنا ما بيغنيش من الفقر؟ مين اللي قال ان ربنا ما بيسدش ديون؟ مين اللي قال ان خزائن ربنا ما فيهاش كل الدنيا اللي احنا محتاجينها؟ من الذي افترى على الله هذه الفريه؟ ربنا مطر على نبي, مش على واحد حتى عادي, على نبي جراد من ذهب. فاخذ يحث الذهب, فربنا قال له الم اكن اغنيتك عن من فضلي؟ قال ومن يشبع من فضلك يا رب؟ من اخذ الفلوس دي يا رب اسخرها؟ سيدنا سليمان دبح 20,000 فرس من الصفنات الجهاد في يوم, من ملكيته الخاصة مش ملكية الدولة, مش اموال الدولة العامة. ده كانت الخيول اللي سيدنا سليمان مجمعها لنفسه. 20,000 خيل, الخيل ما تقلش عن 1,000,000 جنيه, يعني 20 مليار في يوم. مين اللي قال ان الانبياء والذي افتقر منهم زي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غالب احواله هو اللي اختار, هو اللي مش عايز, هو اللي الدنيا بتجيله بيطلعها. زي ما النبي خرج بالمسجد لقى اموال البحرين كده ذهب متكدس, لم يلتفت اليه اصلا, لم ينظر اليه عليه الصلاه والسلام, هو اللي مش عايز. ولكن ربنا بيدي, ربنا بيدي. الله الغني يا جماعه, خزائن ربنا مليانه كل حاجه. طب وخزائن امريكا؟ خزائن امريكا بقى اللي بتنفق المليارات. يا ابني مش عايزين نتخدع يا اخواننا, مش كل ما يحصل ازمه اقتصاديه في مصر اجروا على دوله غنيه. غيروا الحكومه يا عم, غيروا الحكومه, المشكله في الحكومه. يعني هو انت جبت بتاع وحطيت مكانه بتاع؟ يا ابني الحل العلاقه مع الغني, المشكله في العلاقه مع المغني سبحانه وتعالى, هي دي المشكله والازمه الحقيقيه. قضيه ان احنا نعرف غنى الله سبحانه وتعالى. لما كنا مع ربنا, الدولة الاسلامية لما كانت مع ربنا كان عمر بن عبد العزيز الخزائن مليانة, يقول له فاضت الخزائن, ما ربنا بينزل من خزائنه علينا. قال لهم من فوق, قال لهم زوجوا كل من لا زوج له, يعني الشباب اللي في المسجد دول كلهم يتجوزوا على حساب الحكومة. وبعد كده قالوا له فاضت الخزائن, قال لهم اعطوا دبة لكل من لا دبة له, يعني كل شاب منكم يروح اي معرض سيارات يا جماعة ياخد العربية اللي هو عايزها ويمضي ورق بس عشان يستلموا الفلوس من الحكومة. بعد كده قالوا له فاضت الخزائن, قال لهم ادوا ديون كل من عليه دين, يعني اللي مديون الحكومة هتسد له, اللي عليه قسط عربية الحكومة هتسد له, اللي خد شقة من الحكومة وعليه قسط الحكومة هتسد له, اللي اتداين في جوازة بنته الحكومة هتسد له, اللي كان عايز يعمل العملية والدين فيها الحكومة سدله. قالوا له فاضت الخزائن, قال لهم انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. الخزائن مليانة. تيجي الوقت تقول الدين ما بيجيبش فلوس, الدين بيجيب فلوس, الدين بيجيب غنى, الدين بيحل مشاكل الدنيا. امال انا فقير ليه؟ امال اغنى واحد قاعد في الدرس الوقت في جيبه 7 جنيه ليه؟ امال 3/4 اللي قاعدين قدامي مش عارفين يتجوزوا ليه؟ ليه ما باخدش لما ربنا غني قوي كده؟ ليه ما باخدش؟ عارف لما واحد يكتشف ان ابوه ملياردير وهو ما كانش يعرف؟ لما ربنا غني قوي كده انت بتاخد, بس في احتياجات انت محتاجها وما انتش واخدها. طب انا ليه ما باخدش؟ حد يقدر يقول لي المفاجأة المذهلة, احنا ليه ما بناخدش؟ عارفين احنا ليه ما بناخدش؟ اصدمكم واقول لكم السبب ونشرحه بعد الاذان. ذنوب عشان ما بتطلبش. ازاي ما بتطلبش؟ هنصدم نفسنا بيها بس بعد الاذان.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا بحلاله عن حرامه، وأن يغننا بفضله عن من سواه. يعني احنا مش عارفين طبعا الكلام عن اسم الله الغني كتير جدا يا جماعة، فأنا مش عارف أعمل إيه. يعني إيه أنا الوقت في العنصر الأولاني، يعني أنا عايز أتكلم عن خزائن الله، فأنا في العنصر الأولاني خزائن الله. إنما يعني في كلام خطير جدا عن معنى الغنى أصلا، في كلام خطير جدا عن يعني جوانب أخرى في اسم الله الغني. فإحنا نشوف بقى، إنما في نقطة لازم نخلصها النهاردة، والمرة الجاية ربنا سبحانه وتعالى يفرج علينا جميعا يعني إن شاء الله، سواء نواصل الموضوع أو نشوف يعني أمر آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما في نقطة خطيرة جدا يا إخواني، يا جماعة إحنا ليه ما بناخدش؟ أنت بتاخد وغرقان، بس إحنا ليه ما بناخدش؟ لأنك ما بتطلبش. هي دي المشكلة الكبيرة. هو انت فاكر ان احنا المجهود اللي بنبذله ده، المجهود الكمي اللي بنبذله في الدعاء ده، ده المجهود المطلوب؟ ده انت لو قلت يا رب الدين، يا رب مصباح علاء الدين ماسكه، هو ربنا استغفر الله العظيم، هو ربنا يعني يا ابني انت، ده لو حصل معك كده انت تفسد اصلا، ولا عامل زي اولاد الملوك كده اللي بيحلموا بيه بياخدوه. اكتر ناس عندها اكتئاب نفسي. ليه؟ لانه هو ما ينفعش انك انت تعامل هذه المعاملة، مش دي المعاملة اللي انت تنصالح بيها. اول حاجة انك ما بتطلبش، تاني سبب ان انت ما بتصبرش، تالت سبب ان انت ما بتحسنش. يعني ايه؟ يعني ايه ما بتطلبش؟ انا عايزكم تعدوا معايا يا جماعة اوقات اجابة الدعاء. انا لما بدأت اتدبر في عدد اوقات اجابة الدعاء اليومية، مش الاسبوعية، الاسبوعية يعني الساعة الاخيرة من يوم الجمعة اللي قبل المغرب، حد يقدر يقول لي مين قاعد الساعة اللي قبل المغرب يدعو ربنا النهاردة؟ ها؟ ده مصيبة. المنظر اللي انا شايفه قدامي ده مصيبة، وجاي تقول انا ما باخدش ليه؟ تاخد ايه يا ابني؟ تاني يا جماعة، يمكن يكون الناس مش واخدة بالها من السؤال، مين يا جماعة قاعد الساعة، والله ما انا مصدق اللي يعني اللي انا شايفه ده مش مصدقه، مين يا جماعة قاعد الساعة اللي قبل المغرب النهاردة يدعي؟ وزعلانين من الفقر اللي مالي حياتنا، وزعلانين من المصايب، وقاعد تقول لك اتجوز ازاي، وقاعد تقول اللي احنا بنعمله ده معناها ان منسوب اليقين في القلوب في كارثه. ان اخطر ساعه اجابه في الاسبوع هي والثلث الاخير من الليل. طب مين يا جماعه الثلث الاخير من الليل امبارح الساعه اللي قبل الفجر رفع ايده لربنا؟ طب انتوا زعلانين من ايه يا اخوانا؟ طب وانت عارف انت ماشي صح ولا غلط منين اصلا؟ ده انت لو حياتك مليانه نجاح اقسم بالله وما بترفع ايدك، ممكن يكون نجاحك ده اكبر وبال عليك في حياتك، وممكن يكون احلامك اللي بتتحقق دي اكبر وبال عليك في حياتك. وانت عارف منين انت صح ولا غلط؟ وانت عارف منين اللي انت فيه ده كويس ولا وحش؟ والمشاكل اللي عندك تتحل ازاي؟ يعني المسجد الناس اللي قاعده ده ايه؟ شباب العديد ده اهو 3-4 اللي اخطر وقتين اجابة دعاء قبل الفجر، دعاء الاسحار والساعة الاخيرة من الجمعة، 3-4 اللي رفعوا ايديهم وقالوا يا رب. يبقى اخوانا، يبقى فعلا اكبر سبب انك ما بتاخدش انك ما بتطلبش، انك انت ما بتطلبش، وجاي الوقت تقول انا ما باخدش ليه؟ وتاخد ليه؟ هتاخد ازاي؟ هيتسخف الله عظيم ربنا لا حرج في فضل الله. ولكن ده يبقى الاحوال بتاعتنا دي بقى، ده احنا في نعمة كبيرة قوي ان احنا كده اصلا. اول تعالوا عدوا معايا اوقات اجابه الدعاء، عدوها معايا. اول وقت اجابه الدعاء انا عايز اليومي، مش الاسبوعي ولا السنوي، ولا حد يقول لي ليله القدر، ولا حد يقول لي الحج، ولا حد يقول لي جوه الكعبه، انا عايز الاوقات اليوميه الثابته. ها؟ ومحدش يقول لي الصائم حتى يفطر والصائم حين يفطر. انا مش عايز الحاجات اللي واحد بيعملها واحد ما بيعملهاش، انا عايز الحاجات اللي كله على الجميع. حد يعد معايا. ها؟ بين الاذان والايه؟ والإقامة. يبقى كده كم وقت إجابة الدعاء؟ 5. ما شاء الله، الناس بتاع الحساب التطور اهو. وإيه كمان؟ السجود. أنت بتصلي كام ركعة في اليوم فرض؟ 17 في 2 يبقى 34 وقت إجابة الدعاء. وإيه كمان؟ بعد كل صلاة. في عليك كده بقى. انت كده يعني الناس المذاكره كويس دي مشكله اصلا، احنا عايزين مفاجآت. بعد كل الصلاه يبقى 5 كمان. ها؟ ثلث الاخير من الليل. يبقى دي واحد بس 3 ساعات. ها؟ لا، في كل وقت ده لو جمعت قلبك على الله بالخشوع. انا عايز الاوقات، انا عايز الشيكات الممضيه على بياض.
بعد الايه؟ قبل التسليم في صلوات الفرائض، قبل ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله 5 مرات. ها ايه كمان؟ ما المسافر، انا بقولك انا مش عايز الحاجة اللي واحد بيعملها واحد ما بيعملهاش، انا عايز الحاجة اللي علينا كلنا برضو، انا عايز الحاجات الثابتة اللي هي الاساسية خالص. جميل، كل دي اوقات طبعا ان شاء الله باذن الله. انت عندك حين سماع الاذان ان قلت الاذكار ادي 5 مرات، وبعد الوضوء ان احسنت الوضوء ادي 5 مرات، وبين الاذان والاقامة ادي 5 مرات، وبعد الصلوات المكتوبات دبر صلاة المكتوبات ادي 5 مرات، وما بعد التشهد الاخير قبل التسليم في الفرائض ادي 5 مرات، وفي الثلث الاخير من الليل ادي مرة. حد منكم يعد معايا 34 وقت اجابة دعاء في 34 سجدة فريضة غير النوافل، ده يجمع كم واحد؟ 60 وقت إجابة الدعاء، 60 شيك على بياض السماء بتمطرهم عليك كل يوم. غير بقى تعالى بقى للصائم حتى يفطر 12 ساعة إجابة الدعاء، والصائم حين يفطر وزي ما انت قلت كل وقت لو جمعت قلبك على الله وتوضيت وصليت ركعتين وتوسلت، ولو رحت تصدقت ودعيت، ولو زرت مستشفى لمرضى وفقراء ودعيت، ولو والساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ولو وصلت رحمك ودعيت، ولو مرغت وشك في التراب ونزلت سجدت، قال ابن تيمية عنها لا بأس بهذا ودعيت، كل ده. انما انا عايز 60 شيك على بياض كل يوم. انا عايز كل واحد منكم يقول لي النهاردة كم شيك كتب فيه. قصة اللي بنقول الراجل الملياردير اللي التاني بيقول له جبت الثروة ازاي، اداله شيك على بياض وقال له اكتب اللي انت عايزه، اتلخم واتلبخ ام شده منه وقال له انت ضيعت الفرصة. انت كل يوم 60 شيك ممضين على بياض بتضيعهم على نفسك، شيك واحد منهم يجوزك، شيك واحد منهم يسعدك، شيك واحد منهم تتفقه بيه في الدين، شيك واحد منهم انت يعني يعالجك من المرض اللي عندك، من جمعت قلبك على الله. يبقى اول سبب ان احنا ما بناخدش ايه، ده احنا بناخد كتير قوي بس يعني الحقيقة احنا ما بنطلبش. والفضيحة اللي يعني اللي احنا كلنا واقعين فيها بلا استثناء، واللي بيتكلم اول واحد قبل اللي بيسمع، اللي تعرضنا لها يا جماعة، تدل على ان ايه ده 5 اللي رفعوا ايدهم في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة، 5 او 4 او 3، كيف هذا؟ السبب التاني ان احنا ما بناخدش ايه، ان احنا ما بنصبرش. بس انا هكمل في ما بنصبرش ازاي، ده انا كنت بحسب ان نص المسجد هيرفع ايده ويقول احنا بنطلب، فكنت هكمل في موضوع الصبر. انما هقول ايه، ان احنا ما بنصبرش. يقول لك انا دعيت ربنا وما استجابليش ليه، ما استجابش ليه؟ حضرتك عملت ايه بقى؟ دعيت ربنا، قول لي حضرتك عملت ايه بس الاول كده. انت بتقف على عياده الدكتور شهر لحد ما يجي الدور بتاع الكشف بتاعك، قول لي بقى حضرتك وقفت على باب ربنا قد ايه كده، قول لي بس كده يعني، ما تتكسفش من نفسك وقول لي اللي انت بتقول ان ده. انت لو عايز تجيب شقه في المساكن الشعبيه، شقه في المساكن الشعبيه، حضرتك بتروح المحافظه وتقول لهم انا عريس جديد وعايز شقه في المساكن الشعبيه ولا املك اي شيء من حطام الدنيا الفاني، يقول لك طب حضرت روح بقى المركز بتاع الكمبيوتر ومش عارف ايه، هات لنا بيانات عيلتك بالكمبيوتر وجدك وجد جدك والعيله من اولها لاخرها كان شكلها ايه وبتعمل ايه، تروح وتيجي. يقول لك يا حضرت بقى روح هات لي بقى ايه مستخرج رسمي من السجلات الرسميه مش عارف ايه، حاضر. وبعد كده حضرت بقى روح الشؤون الاجتماعيه هات لي بحث اجتماعي ان انت تستاهل، حاضر. وبعد كده حضرت روح بقى وزارة الاسكان ومجمع التحرير والشعر العقاري وهات لي ان انتوا ما تملكوش شقة ولا عندكم فلوس تجيبوا بقى شقة، حاضر. وبعد كده حضرت روح بقى ال 50 مصلحة كده بس هتخلص لي الامضاءات دايما من شوية وكالة وزارة وشوية مش عارف ايه عشان، حاضر. وبعد ما الملف تم الف مبروك يا حضرت، ملف بتاعك خلص، في حوالي 8000 شاب مقدمين زيك، ان شاء الله هم كلهم طبعا 50 وحدة سكنية، ان شاء الله باذن الله الخمسين وحدة هيتم تشطيبهم على الطوب الاحمر بعد 7 سنين، ان شاء الله باذن الله بعد 7 سنين الملفات بتاعتكم ده هنطلعها وهنعمل لجنة وهنشوف الاولويات لمين، وبعد ما ناخد اللي لهم الاولوية هنقوم عاملين قرعة، القرعة هتقع على 50 واحد بعدد الوحدات السكنية، لو وقعت القرعة عليك بعد 7 سنين حضرتك هتيجي تستلم شقة على الطوب الاحمر ان شاء الله باذن الله، انت واحفادك بقى ايه تتعاونوا كده وتغفقوها. في واحد مقدم على شقة من قبل ما يتجوز، مرات بنته هتتجوز ولسه ما خدهاش، ده واحد واقف على باب مخلوق عشان ايه؟
شقه، عرفت بقى انك ما بتصبرش. طب لو انت تعبت مع ربنا ما عندكش شقه؟ طب لو انت قمت الليل وتوسلت؟ اخوانا اين اليقين يا اخواني؟ يا جماعه عايزين تعرفوا ربنا، ربنا قال اللي عايز يعرفه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب ايه اجيب دعوه الداع. اللي عايز يعرف ربنا ما يقراش كتب عن ربنا، ما يسمعش دروس عن الاسماء الحسنى. اللي عايز يعرف عن ربنا ارفع ايدك وقول يا رب، وانت هتعرف. بس ارفع ايدك وقول يا رب، بس ارفع ايدك وتضرع ليه، وانت ساعتها هتعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى، وانت ساعتها ستعرف من هو الله. الغلام اللي ايام المجاعه وايام مجاعه في بلد من بلاد المسلمين، والناس ماشيه مش بقى ما فيش بنزين، والناس بتتشكل مع بعض في البنزينات، ده الناس مش لاقيه تاكل، والناس مكفره. واحد من السلف معدي اللي قاعد يلعب قال له: يا غلام اتضحك والناس في هذا الكرب؟ فقال: وما لي لا اضحك ولي سيد يملك حديقتين. ده انا ابن ده انا يا عبد عند واحد غني جدا، انا ماليش دعوه بالازمه الاقتصاديه بتاعت الناس دي ولا تلزمني في حاجه خالص. فمضى ذلك العالم وهو يضرب كفا بكف ويقول: له سيد يملك حديقتين فلا يخاف، ولي رب يملك السماوات والارض واخاف، ولي رب يملك خزائن السماوات والارض واخاف، ولي رب بيده خزائن كل شيء واخاف، ولي رب ان من شيء الا عنده خزائنه واخاف. يبقى اذا يا اخواني في الله احنا يعني هنقف عند هنا النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. احبطوني، ربنا ربنا يهديني ويهديكم. يعني ساعات الواحد يقول: مين اللي قام الليل امبارح؟ فيلاقي 10. ياشي يا سيدي، مين اللي صام 2 و5؟ يلاقي 20. امرنا لله. نواة السكر بعد كده بيتلم غزل البنات عليها، مش مشكلة. انما ان انا اقول لكم ساعة الاجابة بتاعت يوم الجمعة 3 يرفعوا ايديهم، ده انا اشهر بكم في الفضائيات، ده انا افضحكم. ان انا اقول لك تلت الاخير من الليل اللي ما فيش حد بيرد باب الملك فيه الا ويرجع وهو مروي واخذ طلبة، ولا 4 اللي بيرفعين ايديهم. يبقى يا اخوانا احنا محتاجين نراجع نفسنا. عشان كده باذن الله فور الدرس باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل الورش اللي هتطلع صنايعية بقى. لان احنا بصوا يا جماعة احنا لقينا ان الدروس ما بتطلعش بقى قوي، يعني خلاص عشان ما نضحكش على بعض، بتطلع من الاخر 4 بيرفعوا ايديهم ويقولوا لنا احنا ندعي. فعاملين مشروع الورش الايمانيه اللي بتطلع صنايعيه في الدعوه وفي العمل الخيري وفي عباده ربنا باذن الله سبحانه وتعالى. اول ما صلاه العشاء هتتم فورا في عقد باذن الله، طبعا العقد له جمهور، احنا متفقين ان العقد هيجيب لنا جاتوه للحلقات النهارده ان شاء الله. مش عارف بقى الاتفاق يعني ايه، الاتفاق موجود ولا لا؟ لو الاتفاق مش موجود هناخد حقنا ناشف ان شاء الله. اول ما بإذن الله تخلص صلاة العشاء هتلاقوا إخوانكم اللي ماسكين الورش كل واحد في مكانه، في 6 مجموعات بإذن الله، معمولة مجموعة هنا وهنا وهنا وهنا، واللي بيهرب وعايز يجري معمول لهم 2 فخ كده ناحية الباب عشان ما يعرفوش يهربهم. أصل أنت بتهرب من مصلحتك، وأنا مش يعني أنا مش هاخد فلوس على كل واحد يقعد، انما انا عايزك انت تتربى، عايزك انت تتبنى. فموضوع الورش ده موضوع في غاية الحركة، تقعدوا مع بعض. المرة اللي فاتت كان في شباب بيبكم لما لقوا جو الألفة وجو الصحبة. يا جماعة احنا بنحاول نعمل بيئة ايمان، لازم تساعد نفسك. احنا انا بحاول اساعد نفسي واساعدك، ما حاول تساعدني وتساعد نفسك. لازم باذن الله الورش اللي هتتعمل دي هيحصل فيها تعارف ايماني جميل، هتلاقي اخوان يسمعوك. بطلوا بقى عقدة الشيخ: يا شيخ انا عايز اقعد معاك ساعة. يا ابني والله العظيم انا نفسي اقعد مع ولادي ساعة، والله العظيم انا نفسي اقعد مع ولادي نص ساعة. يعني انا من اول الاسبوع قاعدة اعمل يعني اكروبات عشان الساعتين اللي بعد الدرس دول اروح اقعد معاهم. يعني فانت يجب ان تدرك ان بيئتك الحقيقية انك انت تقعد مع اخوانك. انا الاسبوع ده اتعرفت على ناس من الدرس وارتبطت بيهم لاول مرة وانا بشوفهم، وفعلا نفسي اتعرف عليهم بس ما كانش في فرصة. انما من خلال الورش عرفوا ان هم يجيبوني ازاي بقى. يبقى الورش ديت زي ما بنقول كده هتبقى بيئه ايمان ليكم. هتصحوا بعض الفجر كل يوم، هتصحوا بعض، هتذكروا بعض بالصيام 2 و5 كل مره، هتتفقوا مع بعض انكم تخرجوا يا عم تلعبوا كوره يا عم مره في الاسبوع. ما انت عايز اصحاب، انت ما فيش في حياتك اصحاب، يبقى في صحبه ايمانيه. هتتفقوا مع بعض تحضروا درس دكتور عبد الرحمن مع بعض مثلا، هتحلوا مشاكلكم مع بعض، هتتكلموا مع بعض. مشاكلنا ايه؟ مش عارفين نطبق الكلام ده ليه؟ مش عارفين نحب ربنا ليه؟ احنا ليه
ما صلناشكم يا ابن الامبارح، ليه ما قعدناش الساعة الاخرة من يوم الجمعة مع بعضكم تحلوا مشاكلكم؟ الكلام ده بقى هيوصلنا مع بعض اكتر باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى في بناء اكتر. ففكرة الورش دي باذن الله فكرة مهمة جدا وخطيرة، يجب ان يعني ايه باذن الله كلنا نحرص عليها، هتبدأ فور صلاة العشاء باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان شاء الله باذن الله، يعني فضل ومنة الله، يعني كان يعني كمية الإخوة اللي حاضرين في الليلة القرآنية بتاعت الأسبوع اللي فات اللي كانت في مسجد إيه؟ يا نهار أبيض، الليلة القرآن الصديق الليلة الإيمانية، أنا في ليلة قرآنية تفسير قرآن اتعملت في مسجد إيه؟ صفطاوي، اتعملت في مسجد صفطاوي، كان في صلاة، كانت يوم إيه؟ يوم الاثنين العشاء. المرة دي بقى إحنا هنعملها إن شاء الله يوم إيه؟ في مسجد الصفطاوي برضو، بس الميعاد هيتغير، هيبقى يوم ايه؟ يوم الاربع، لان ايه؟ لا العشاء مش المغرب، العشاء ان شاء الله باذن الله، العشاء مش المغرب. الشيخ احمد جلال درس الصديق من المغرب للعشاء باذن الله، تخلص الدرس وتيجي على الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى العشاء. يبقى اذا يوم الاربع العشاء في مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل ليله قرانيه اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. المره اللي فاتت شرحنا سوره الاخلاص وقمنا صلينا بقى، كل واحد صلى يعني تلت ساعه كده ولا حاجه في سوره الاخلاص باذن الله سبحانه وتعالى، من يعني من شاء الله لا هذا. يعني المره دي بقى هناخد برده جلسه قرانيه في ايات نعيش معاها باذن الله سبحانه وتعالى، ونقوم بقى كل واحد يصلي، او مثلا نقوم بقى ننزل المقابر بعدها مع بعض، لان المقابر جنب الصفطاوي على طول، يعني نقوم نعمل عمل ايماني مع بعض بحيث انها تبقى ليله قرانيه عمليه باذن الله سبحانه وتعالى. ها مين اللي عايز يحضر الليله القرانيه؟ ما شاء الله، طيب خلاص كويس جدا يا جماعه، عشان ايه باذن الله. وبرده القصه الورش اللي هتتعمل ان شاء الله باذن الله هتيجوا انتوا مع بعض بقى، تطلعوا مع بعض درس الشيخ احمد جلال، وبعد كده تطلعوا من الدرس على الليله القرانيه دي باذن الله، عشان نقدر نغز السير باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم يا اخواني، وربنا يبارك فيكم. وقبل ما صلاه العشاء تيجي، يعني العروسين بنبارك لهم جدا جدا جدا، وبنقول لهم ربنا يجعله. هو عقد ولا كاتب كتاب؟ كاتب كتاب ولا دخله؟ كاتب كتاب يعني مش دخله، يعني مفيش نقوط، يعني اصل الدخله بيبقى فيها احداث خطيره، النقوط وحاله الاتفاق، ويعني فاحنا كنا بس بنطمن على حقنا يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك يعني في شباب الامه جميعا يا رب، اللهم امين، وان يزوج شباب الامه جميعا، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.